العنف هو القسوة أو الشدة أو القوة. بالنسبة للعنف هو استخدام القوة بطريقة غير قانونية لأي أحد من أفراد الأسرة، أو التهديد بالقوة للإضرار أو لإلحاق الأذى بأي شخص من أشخاص الأسرة أو أي فرد من أفراد الأسرة. فالعنف الأسري من الجرائم المستحدثة حديثا، وكل الدول العربية عملت على إنشاء كثير من التشريعات الخاصة بالعنف الأسري حتى إنه تقدر تحد منه. وكثرت في الآونة الأخيرة بلاغات العنف الأسري بسبب كثير من الظروف الاقتصادية وأحيانا الظروف النفسية وكذا. نعم، وخصوصا خاصة في فترة كورونا شفنا ازدياد العنف الأسري أستاذ جهاد، فعلا كان ملاحظ جدا. وللعنف الأسري طبعا آثاره الاجتماعية اللي يعني ضخمة جدا، ونحن مفروض أن نحن نلقي الضوء عليها كمان. نعم، فترة كورونا طبعا لأنه كل الأسرة بتكون في البيت موجودة، وكل الناس محجورين في البيت، فبالتالي بيكون في فراغ كبير، بيكون في بتحدث بعض المناقشات وبتحدث بعض المشاكل بين أفراد الأسرة. بالنسبة صحيح، للآثار الاجتماعية للعنف الأسري له كثير من الآثار الاجتماعية، اللي بيدخل منها التفكك الأسري نفسه. كمان بسبب العنف الأسري ممكن إصابة الكثير من أفراد الأسرة باضطرابات نفسية أو اضطرابات عقلية. وكذلك إنه العنف الأسري ممكن يؤدي إلى جنوح الأطفال، إنه ممكن يحصل تشرد لهم، ممكن يتعاطوا المخدرات، ممكن كمان تحدث لهم كثير من المشاكل النفسية والجسدية.